Bon, Asselineau, on a vu qu'on a offert page, espace, internet et piratage, et les pages officielles étaient. Et je me suis dit, t'as l'oublié, quand même, un problème, et hajj, surtout dans les domaines informatiques, et le rôle et les pages, je me suis dit, je vais te faire mais. اليوم باش نتعلم مع بعضنا كيفاش نصنع بلوك، اش معناها بلوك، اش فاهم اش معناها اش معناها سيت ويب، اش معناها بلوك، معناها باش نخدمو اليوم افيك بلوك سبوت تابع جوجل هذا، اول حاجة ندخلو على جوجل. حاجة كان عندك كونت معناها جيميل تعملته في جوجل، كان ما عندك شكون كونت تكليك على كونيكسيون هوني. أنا عندي ديجا عندي كونت نجم ندخل، أما انتوما تنجمو تعملو في كونت عادي معناها. أنا توفي الكونت تاعي. نمشيو للبلوغ بلوس و نكليك على بلوس، نمشيو للبلوغر انستغرام. انا ديجا عملت برشا وحدين، انتو تمشيو لنوفو بلوك، نوفو بلوك هنا تختار اسم البلوغ اللي حش تحبو عليه، هنا الادريس بتاعه مثلا نقولو عاش تيست فيسبوك. كل حاجة في هذا الميساج هذي باش تعطيك الباج برانسيبال تاعك، هذي الباج برانسيبال باش تطلع أول واحدة. تحب تدار البلوك تاعك تليك هون تأفيشي البلوك، خاطر نحنا مازال ما في حد شي البلوك تاعنا، مش باش تطلع حاجة كبيرة. شوفوني موجود اسم السكرتيرة تيست، هذا السكرتيرة كيفاش باش كيفاش باش معناها نزيد حاجات ونحي حاجات نجيو البلاصة هاذي. هوني ريديجي اش معناها ريديجي؟ ريديجي معناها باش تكتب انت مثلا ولو باش تحب دي فيشي و دي ليان و مثلا باغ اكزومبل السيت تاعي انا مثلا هي فاهم مثلا افشي هذا اذا بيتي سيت باغ انا عملته باش معناها تعلي ايديا تيلي شارجي ايديا اي بوكو دو لوجيسيال زاد اخرين هاوين يطلع يبدو الانستالاسيون دي ايديا يفهم في برشا حاجات معناها هكاك عملت. اما تنجم تعمل حاجة اكبر وما خير
نواصلوا ناجلوا وين تحط التيتر تاع معناها مثلا نقول 2012 مثلا ولا زيرو تجي هوني تدخل الكومبورتمون الحاجت بيه معناها مثلا Bienvenue sur notre nouveau site web. Ouf, parce que nous avons l'arabie le plus hard. Le blog ou le dawana, ou les amoka, ou le dawana, les mêmes sont أننا نتعامل مع بلوغر. بلوغر هو الاسم المدونة. نعمل هوني ببلش مثلا هادي مثلا باش نزيد فوتو مثلا فوتو باش تختار اي فوتو تحب تختار من هوني لي فوتو موجود باش دي فوتو ديبوي مثلا سي بلوغر ولا امبورتي مثلا نعمل امبورتي مثلا فوتو هذا نجم نتحكم في الطاي تاعها كنحطها صغيرة نعمل كما نحبين الكروم مثلا HTML هذي كما تعرف الناس يقول HTML c'est un langage de programmation et pour créer un site web HTML ما نعرفش كان ثم شكون ما يعرفوش يعمل عليه ريشيرش في الانترنت وان شاء الله الحلقة الجاية باش نحكي فيها على لي كود دي HTML و PHP و C و دي زادا وان شاء الله باش نعلمكم باش حاجة اخرين هذه دوك الحلقة فيها حلقة فيها تخدمنا فيها تاع كيفاش نتفرجوا على جزيرة سبو اونلاين انا من الاوديو تاعك مي لا لي نيش هوني كيما قلت لكم غير دي جي تجي تعمل كيما تحب انت انا حسب انت واش تحب اما انا ننصحكم بالكود لي كود خير في الخدمة لي كود يجيك الطف وخير وديما ماذا بيك بعد بدات الحوايج عشرة ست أنا زدت هذوما جيوني نعم أوكي ولازم ديما تخلي هذوما تخليه اليوم في الأخ ستار هذا كل تخليه في الأخ ديجا هذوما كل دي كل لازم تستخدم كل هذوما لازم تستخدمه عليكم إن شاء الله كل فيديو عجبكم واستفدتوا منه إن شاء الله مرسي